أعزائي الاستقرار، مرحبا بكم سهلا معنا في حلقتنا الخامسة من برنامجكم أطفالنا. حلقتنا في هذا الأسبوع عدناها لكم في مدرسة الفكر والاستنباط في ملح سكتير 2. وبداية هذه الحلقة كما عودناكم لهنا ندخلوا شو الأطفال ونشوفوا دراستهم في الفصول ونشوفوا مستوياتهم. خلوكم معنا. مشاهدي قناة الساحل أعزائي الاستقرار، نحن الآن في القسم سنة أولى ابتدائية من مدرسة الفكر والاستنباط. الآن سندخل في فقرات الإنعاش التربوي المعهودة لديكم. والآن أعزائي الاستقرار عندنا مجموعة من الأسئلة لهي نطرحها عليكم، جاهزين؟ طيب ارفعوا أصابعكم جميعا. من سنأخذ يا ترى؟ من سنأخذ يا ترى؟ بين صفات النبي صلى الله عليه وسلم. من سنأخذ يا ترى؟ أنت تعالي. هل ستجيب؟ هل ستجيب؟ هل ستجيب؟ عودي هون، عودي هون، عودي هون، تقابلي مع الكاميرا، عودي هون، عودي هون، تقابلي مع الكاميرا. قولي أنت اسمك؟ عائشة. من تاش؟ من تعالي. أوه طيب بيني
صفات النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمتاز صفات النبي، يمتاز النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من الصفات الحسنة، منها الكرم والشجاعة وحسن الجوار والصدق والأمانة، ولذلك قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ما شاء الله بارك الله فيها، صفقوا لها ما شاء الله بارك الله فيها. وسؤالنا الثاني يقول: ارفعوا أصابعكم جميعا، ما هي طرق حفظ الأطعمة؟ من سنأخذ؟ من سنأخذ يا ترى؟ من سنأخذ يا ترى؟ أنت تعال، خلوا له طريق، خلوا له طريق. هل سيجيب أم يخطئ؟ هل سيجيب أم يخطئ؟ تعال تعال تعال، تقابل مع الكاميرا. وقف هنا، وقف هنا. قول لي أنت اسمك؟ محمد زمين. ولاش؟ محمد سالم. ما هي طرق حفظ الأطعمة؟ طرق حفظ الأطعمة ثلاثة، هي حافظات الطعام، حافظات السوائل، حافظات الطعام، حافظات السوائل، الثلاجة. الثلاجة. بارك الله فيك، صفقوا له. أحسن أحسن أحسن. وسؤالنا الثالث يقول: من سنأخذ يا ترى؟ بين مراحل الانتخاب. من سنأخذ يا ترى؟ أنت؟ خلوه يا أخا. قول أنت اسمك؟ حميد. ولاش؟ والحمادة. طيب بين مراحل الانتخاب؟ مراحل الانتخاب ثلاثة، هي مرحلة الحملة، مرحلة الاقتراع، والفوز بالنتائج. إن شاء الله تعود في المستقبل نائب برلماني أو رئيس. بارك الله فيك، صفقوا له. وش حالك؟ تبارك الله ما شاء الله. معك برنامج أطفالنا. مرحبا وسهلا. جاي اليوم قسمكم دور نعرف مستوى. ما شاء الله تبارك الله. خلينا نمتحنهم. تثقوا بهم. عندنا مجموعة من الأسئلة اللي هي نطرحها عليكم. جاهزين؟ اذكر أقسام الماء. من سنأخذ؟ من سنأخذ يا ترى؟ من سنأخذ يا ترى؟ أنت تعالي، أنت تعالي. من سنأخذ؟ من سنأخذ؟ هيا قادمة، هيا قادمة، هيا قادمة. الآن أوقفي، أوقفي هون، هون، هون. تقابلي مع الكاميرا. قولي أنت اسمك؟ لالا فاطمة. من تاج؟ طول عمر. وما هي اذكر اقسام الماء؟ ينقسم الماء الى قسمين، المطلق والمتغير. بارك الله فيها، صفقوا لها. اجابت اجابت، صفقوا لها. وسؤالنا الثاني يقول: ما هي فرائض الوضوء التي وردت في القران؟ من سنأخذ يا ترى؟ من سنأخذ يا ترى؟ انت في الوراء، انت الذي في الوراء، تعال تعال، انت الذي في الوراء، انت الذي في الوراء، تعال تعال، اسرع اسرع اسرع. ها انت قادم، ها انت قادم، ها أنت قادم. قف هنا، تقابل مع الكاميرا. ما هي فرائض الوضوء؟ أولا ما هو اسمك؟ الشيخ أحمد. ولاش؟ قول الشيخ محمد الحسين. ما هي فرائض الوضوء؟ فرائض الوضوء التي وردت في الآية أربعة. ما هي؟ غسل الوجه، وغسل اليدين للمرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين الكعبين. صحيح، بارك الله فيه، بارك الله فيه، صفقوا له، بارك الله فيه. والآن والسؤال، بارك الله فيه. وسؤالنا الثالث يقول: ما هي مقومات الاقتصاد في موريتانيا؟ ما هي مقومات الاقتصاد في موريتانيا؟ أنت؟ أنت؟ تعالي؟ ها؟ قفي هنا، قولي أنت اسمك؟ خوجي سيدي محمود. أيوا، ما هي مقومات الاقتصاد الموريتاني؟ يعتمد على التجارة والتنمية، التجارة والتنمية والزراعة. بارك الله فيها، صفقوا لها، أحسنت، بارك الله فيها، صفقوا لها. السلام عليكم ورحمة الله. ايش حالك؟ بارك الله خير، الحمد لله. ايوه، قناة الساحة اليوم جاتكم برنامج أطفالنا، جايب لكم قدر من الهدايا والمفاجآت. لاهي لاهي، نختبره هنا تلاميذكم، نطرحوا لهم مجموعة من الأسئلة ونعطوهم اللي هدايا معاهم. جاهزين؟ جاهزين. واثق منهم؟ واثق. إذا فلنبدأ. أسئلتنا تأتي كالتالي: من هو جد النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو جد النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو جد؟ أنت تعال. جبني له. راعي جاينا، راعي جاينا، راعي جاينا. ها هو قادم، ها هو قادم.
وقفون تقال مع الكاميرا. قول لي انت اسمك. قال لي الحبيب. ولاش صايلة. قول لي انت جاهز الاسئله من اي ماده يسألك اي سؤال؟ ايوه. من هو جد النبي صلى الله عليه وسلم؟ جد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد المطلب بنت عشيبة ابن جاش. بارك الله فيه، صفقوا له، بارك الله فيه. استحق جائزه، استحق جائزه، استحق جائزه. توقعها كنت والله ما كنت اتوقع. ما كنت متوقع. ها؟ ما كنت متوقع. اذا هاي جائزه، هاي جائزه، صفقوا له. بارك الله فيه، صفقوا له. وسؤالنا الثاني يقول: ما هي انواع اللحوم؟ من سناخذ يا ترى؟ ما هي انواع اللحوم؟ من سناخذ يا ترى؟ انت تعالي. ها هي قادمه. عدن وقفين قدام الكاميرا هون، لا تخلعي، وقفين قدام. قولي انت اسمك. اسمي الشمني. من تاش؟ جيسلك. او انت جاهزه الاسئله؟ جاهزه. اسكي فيك. او ما هي انواع اللحوم؟ ينقسم اللحوم الى نوعين من اللحوم، هي اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء. والله الا حق، بارك الله فيك، صفق ولا. ايوه قولي لي. دعيني اعطوك حالا جائزه، تتوقعيها كنت والله ما اتوقعها. ما كنت تتوقعها؟ حصلت على جائزه. بارك الله فيها، صفق ولا. وسؤالنا الثالث يقول: من هي ام النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت تعال. هو قادم. وقف هون، تعال مع الكاميرا. قول لي انت اسمع. صادفي. ولاش؟ شيخنا. من هي ام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ام النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب. بارك الله فيه، صفق له. ايوه تتوقع انك تجابر جائزه؟ تتوقع؟ هاي ثقه كبيره بالنفس، تتوقعها كنت. بارك الله فيه، صفق له، هاي جائزه. احسنت، احسنت، وها انت حصلت عليها. وداعا اعزائي الصغار، اسئلتنا وفاو وجوائز حصلتوا اليوم زينين عندكم والله ما هم زينين؟ قولوا كاملين، قولوا لفوق. قولوا نعم، قولوا نعم. صفقوا الى اللقاء. ايش حالك؟ يا خير، اكل بس. ايوا انتم ايش حالكم؟ يا خير، اجلسوا، اجلسوا، اقعدوا. ايوا جاهزين؟ عندنا هم مجموعة من الأسئلة وعندنا الكثير من المفاجآت، فيها مفاجآت، أسئلة تدخل في المفاجآت، جاهزين لها؟ سؤالنا الأول يقول: كم عدد أيام الأسبوع؟ من سيجيب؟ من سيجيب؟ هل أنت في الوراء أم في الأمام؟ أنت تعال. أنت؟ وهاي؟ أنت؟ أنت؟ وهاي؟ وقف هون. تقابل مع الكاميرا. تقابل مع الكاميرا. قول لي أنت اسمك؟ اسمي ديدي. ولاش؟ دراضي. وكم عدد أيام الأسبوع؟ عدد أيام الأسبوع 7. حنيني شوي احسبهم اللي فيديك. 2. أيوه. 3. أيوه. 4. أيوه. 5. أيوه. جمعة. واليوم طالع يوم ايش؟ 3. بارك الله فيك، صفقوا له، حصلت على جائزة. هاي هي الجائزة، حني شوي، حني شوي، اسكن شوي. قول لي جائزة ما كنت بعد تتوقع. زين. ايوه تم سطلع ياك، تم يجوك جوائز؟ اسمع. بارك الله فيك، صفقوا له. ما زلنا الان في مدرسه الفكر والاستنباط في القسم سنه ثانيه ابتدائيه، برنامج اطفالنا على قناه الساحل. لنطرح لكم مجموعه من الاسئله، جاهزين؟ نعم. ما هو مصير العاق والعياذ بالله؟ من سناخذ؟ من سناخذ يا ترى؟ انت تعالي. الا بالشور، بالشور، بالشور. تقابلي مع الكاميرا. قابل مع الكاميرا. قولي لي انت اسمك. ميت شط محمد عبد الله. ميت متى؟ محمد عبد الله. ومصير العاق شنو قلت؟ نعم. من قال هذه؟ بارك الله فيها، صفقوا لها، تستحق جايزة. حني شوي، حني شوي، انتظري، حني شوي. ايوه قولي لي. ايوه قولي لي. انت الجايزة كنت تتوقعيها اليوم؟ لا. كنت تتوقعيها؟ بارك الله فيها، صفقوا لها. وسؤالنا الثالث يقول: ما هي عاصمة موريتانيا؟ من سناخذ يا ترى؟ أنت الذي في الوراء. تعال 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 تعال. وقف هون. وقف هون. حتقابل مع الكاميرا. وقف هون. عود هون، عود هون. حتقابل مع الكاميرا. قول أنت اسمك. حمد المختار. ولاش؟
السالك. ما هي عاصمة موريتانيا؟ مواكشو. من قالها له؟ بارك الله فيك، صفقوا له، تستحق جائزة، تستحق جائزة. قول لي انت مجيتك اليوم المدرسة، كنت شاك انك تجبر جائزة؟ كنت شاك. من قالها له؟ ما كنت شاك حق، ما كنت شاك، قول لي ما كنت شاك. بارك الله فيك، صفقوا له. والآن أعزائي الصغار أسئلتنا وفاو، إلى اللقاء، أسئلة وجوائز، إلى اللقاء. السلام عليكم. أنت شحالك؟ ما شاء الله تبارك الله. وأنت ش تلاميذك ياك اللي نجيبين وياك اللي حفظوا التعطيم كامل؟ تلاميذي حامد المولانا ما شاء الله نجيبين فتبارك الله، وراجعين ام اليعود متفوقين ما شاء الله عليهم تبارك الله، كاملين بنات واولاد ما شاء الله. ان شاء الله لين نشوفوا ذاك ان شاء الله كامل. جاهزين؟ جاهزين؟ عندنا مجموعه من الاسئله لا هي نطرحهم عليكم. جاهزين؟ اجلسي شوي مولانا، ما اطرح اليوم مجموعه من الاسئله لا نختطفهم منك شوي، سامحه لي بها. سامحه لك بها. بارك الله فيك. والان جاهزين؟ قولوها جميعا. كم عدد الصلوات في اليوم؟ كم عدد الصلوات في اليوم؟ من سناخذ يا ترى؟ انت وهاي انت تعالي خليها تاخذ عنكم. هذه القادمه وقفون وقفون قابل مع الكاميرا. ايوا قدمي راسك، قدمي راسك، قولي اسم بوك وانت من تاش وانت اسمك. اسمي مقليها. وتقراي في اي قسم؟ في اي قسم. وكم عدد صلوات في اليوم؟ كم عدد صلوات في اليوم؟ الذي تصلي في اليوم كم صلاة؟ خمس صلوات. خمس صلوات، ايوه قولي هن. صلاة الصبح. احسبيهم صباحك؟ صلاة الصبح. ايوه. صلاة الظهر. ايوه. صلاة العصر. ايوه. صلاة المغرب. ايوه. صلاة العشاء. بارك الله فيها، صفقوا لها، تستحق علينا جائزة. تستحق علينا جائزة. تستحق علينا. تستحق علينا جائزة. وها أنت حصلت على الجائزة، قولي لي عندي شوي والتالي قولي أنت كنت تتوقع أنك تحصل على الجائزة؟ اليوم جيتك هون للمدرسة كنت تتوقع أنك تحصل على الجائزة؟ توقعت. من قالها لك؟ قولي الحق، من قالها لك؟ قلت على راسك. قلت يا راسك، بارك الله وإن شاء الله في راسك وفي كرعك، بارك الله فيها، صفقوا لها، صفقوا لها. طيب أرجع لبلاصتك. سؤالنا الثاني يقول الجنة تحت أقدام من؟ أنت الذي في الوراء، أنت تعال أنت. لا لا هذا صاحب الدراعة. صاحب الدراعة. وقف هون، وقف هون، هون 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 الحين تقال مع الكاميرا، تقال مع الكاميرا، قول لي أنت اسمك؟ سيجي. ليش؟ رمضان. الجنة تحت أقدام من؟ الجنة تحت أقدام أمهاتي. بارك الله فيك، وياك تبار الوالدك، ياك بار لوالدك، ياك اللي تسمع له. أحسنت، بارك الله فيك، تستحق علينا جائزة، تحية لوالدتك مولي. أيوا قول لي أنت اليوم ما كنت تتوقع أنك تحصل على جائزة؟ تتوقع أنت؟ ها؟ من قالها لا؟ ها؟ من قالها لا؟ من قالها لا؟ من قالها لا؟ ما قالها لا، ما قالها لا ما قالها لك حد. بارك الله فيك، صفقوا له. وسؤالنا الثالث يقول ما هو مصير البار لوالديه؟ ما هو المصير البار لوالديه انت؟ اوفيون تقابل مع الكاميرا، اوفيون اوفيون بالشهر 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 بالشهر، اوفيون 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 تقابل مع الكاميرا، قدمي نفسك. مصير بالشهر، قدمي نفسك. قدمي نفسك، قولي اسمك واسم بوك. انا اسمي ام الخير من تمولاي. واخيد ايوه، ما هو مصير البار لوالدي؟ مصير البار هو الجنه. بارك الله فيها، صفقوا لها، تستحق جائزه، اعطينا جائزه لها. خذي اقبل الجائزه. ايوه قولي لي انت اليوم جيتك المدرسه ما كنت بعد تتوقعي تحصل على جائزه؟ ما كنت تتوقعي؟ ايوه راني حصلت على جائزه. ايش تختاري تقولي لقناة الساحل؟ قناة الساحل ايش تختاري تقولي لها؟ مانك شاكرتها؟ مانك شاكرتها؟ ايوه بارك الله فيها، صفقوا لها.
وسؤالنا الرابع يقول: ما هو الماء الطهور؟ أنت تعال، هل سيجيب؟ هل سيجيب؟ هل سيجيب؟ هل سيقول إجابة صحيحة؟ هل ستقول إجابة صحيحة؟ وقفون، هم تقابل مع الكاميرا، وقفون حنتقابل مع الكاميرا. قول لي أنت اسمه. اسمي محمد الطالب الزيدان. وما هي ماء الطهور؟ ماء الطهور هو الذي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته. صحيح، بارك الله فيك، تستحق علينا جائزة. صفقوا له، صفقوا له، بارك الله فيك. إذا أسئلتنا وفاو، إلى اللقاء. أعزائي الأصدقاء، أنتم الآن مع فقرة استحدثناها في برنامج أطفالنا يقال لها فقرة قدرات. نأخذ فريقين وندعهم يتحاورون بينهم، خلونا نشوف. بونجور مي زامي. بونجور خالد. او اليفو سي فيت. نو زالون ا ليكول. ا ليكول ني با بون، اون في با لي فرانسي. بيان سير خالد. ا ال في تروالي سمبات اون في تروانجور فرانسي ا تروانجور عرب. دان سي كا جي في رابيدوما ا في كروس سمبات. أعزائي الصغار، شكرا لكم جميعا على هذا الأداء الجيد، وما شاء الله فتبارك الله ما شاء الله، وعلى هذا الفريق ما شاء الله اللي قدم لنا ما شاء الله أداء آخر مميز جيد. وإلى لقاء آخر، إلى اللقاء. وضربا قشيبا تراه الورود، مدارس للفكر جاءت تريد، لتبعث فينا عطاء الجدود، وتكتب تاريخنا من جديد، وتزهر أحلامنا بالورود. يمينا لأنت رهان الصعود، بأجيالنا نحو فجر الخلود. بابا 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 بابا.